قال لك من أول علامات اللي كتبين أن الإنسان بدات عنده ثقة بالنفس وأنه تيتعلم يقول لا المسائل اللي ما بغيهاش، ماشي غير تقول لا وصافي، كيتعلم يقول لا المسائل اللي ما بغيهاش. بعد مرات كتكون أنت غادي لداركم تيجي عندك صاحبك تيقول لك يلاه نمشيو للبلاصة الفلانية، أنت ما باغيش تمشي لديك البلاصة الفلانية لكن كتلقى راسك كتمشي معاه، راه ماشي